لاباس عليكم هانيين. كنتمنى تكونوا بألف خير وتم اجتهادوا في الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم مره جديده في القناه ديالي. كنتمنى انكم كتستمتعوا بالمحتوى وكتستفادوا منه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. اغلبيه الناس عندهم صراحه ولا اغلبيه البنات عندهم مشكل ديال تساقط الشعر ولا مشاكل في فروه الشعر. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات، وحده لانبات الشعر وواحده لتوحيد لون الجسم والتخلص من حبوب الظهر وتبييض الجسم بالكامل. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا جميع الوصفات. قبل ما نشارك معكم الوصفات غادي نقول لكم على انني لونسيت واحد التحدي اللي هو التغيير للافضل، وخصوصا هذا التغيير هذا ولا هذا التحدي موجه خصيصا للنساء اللي دوز واحد الفتره او لا نساء بعد الولاده وما كيعرفوش منين يبداو الحياه ديالهم وكيفاش يغيروها ويطوروا من نفوسهم او لا كيفاش يغيروا الشكل ديالهم، كيفاش يتعاود يرجعوا يتمتعوا بالحياه وكيفاش يرجعوا يكونوا اكتيف. دونك اول فيديو ديجا حطيته لكم في القناه غادي تلقاولو ليا هنايا. التحدي غادي يكون فيه بزاف ديال المراحل كاملين غنشاركهم معكم، ان شاء الله انكم تستفادوا منه وان شاء الله انكم كل شيء يتغير للاحسن باذن الله. دابا غادي نبداو مع اول وصفه واللي هي وصفه لانبات الشعر وتقويه الشعر وتطويل الشعر. بزاف ديال البنات كيعانيو من مشكل تساقط الشعر الحاد اولا من الفراغ ديال الشعر اولا عندهم بزاف ديال المشاكل فروه الراس اللي مازال ما لقاوش ليها العلاج. اليوم غادي نشارك معكم وصفه عاديه ووصفه يعني سهله ومقدور انكم تسووها غير في الدار ومكونات جد بسيطه، وهذه الوصفه هذه غتجيب لكم واحد النتيجه اللي فعلا مبهره. نخليكم تشوفوا المكونات والطريقة ونطلقها. اول مكون واللي هو زريعة الكتان، ناخدو زريعة الكتان ونحمصوها ونطحنوها، ناخدو منها 3 ديال المعالق. ثاني مكون واللي هو نواة التمر، بالنسبة لنواة التمر تاخدوها وتحمصوها سواء في الفرن او لا فوق البوطة ومن بعد طحنوها او لا تكرموها في الشمس، معلقة كبيرة ديال نواة التمر. ثالث مكون واللي هو الحبة السوداء، ناخدو منه معلقة كبيرة. اخر مكون واللي هو الزنجبيل او بما يعرف باللهجة المغربية سكنجبير، ناخد منه معلقة كبيرة. بالنسبة لزريعة الكتان فهي جد رائعة لترطيب الشعر وتمليس الشعر. بالنسبة لنواة التمر والحبة السوداء فهما جوج مكونات اللي كيحفزوا لنا النمو وكينبتوا لنا الفراغات وكيطولوا الشعر وكيقويوا البصيلات ديال الشعر ومكيسمحوش بالتساقط مرة اخرى. بالنسبه للزنجبيل او لا سكنجبير فهو المكون الجد فعال في تحفيز نمو الشعر وتحفيز الدوره الدمويه، مما كيخليها انها تساعد في النمو بسرعه وفي نفس الوقت كيساعد في انبات الفراغات وتقويه الشعر بسرعه كبيره. بالنسبه للمكون اللي غادي نخلط به ولا نجمع به البودرات واللي هو زيت الزيتون، بالنسبه لزيت الزيتون فهو رائع في ترطيب الشعر وتنقيه فروه الراس. غادي نخلط جميع المكونات وغادي نخليهم ليله كامله. بالنسبه لهذه الوصفه هذه غادي تخلطوها مزيان وتحتفظوا بها في شي مكان يكون عادي، غير تغطوها تخليوها ليله كامله ومن بعد تستعملوها في الصباح الشعر ديالكم لمدة ساعة. طبقوها من الجذور حتى الأطراف وتخليو الوصفة ساعة في الشعر ديالكم، ومن الأحسن تغسلو الشعر ديالكم بالماء الدافئ باش ما تزيدوش في التساقط وباش ما تخسروش البصيلات ديال الشعر. اللي شاركت معكم هذه الوصفه هذه
دو فوا كتبعوها كتخليوها ساعه وحده في الشعر ديالكم. يمكن لكم تستعملوها 3 مرات اسبوعيا باش تقدوا تحسنوا على النتيجه اللي تكون مبهره. من الاحسن انكم تستعملوها مباشره على فروه الراس وتخليوها مده ساعه. اكيد ضروري تغطيو بشي حاجه سواء بوني يكون بلاستيك ولا شي زيف اي حاجه عندكم فولا ولا اي حاجه عندكم في البيت تغطيو بها الشعر ديالكم لمده 10 دقائق ومن بعد تخليو الوصفه ساعه في الشعر ديالكم. مع المده غادي تلاحظوا على ان الشعر ديالكم بدا كيقوى وبدا كيكثر كما شفتوا في الوصفه فيها زنجبيل او لا سكينجبير ما يعرف باللهجه المغربيه سكينجبير. سكينجبير عنده فوائد عده وجد رائعه لتقويه الشعر وتنبات الفراغات ويعني ومحافظه على فروه الراس وتنقيه فروه الراس. غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديو الماجي وصفه اخرى بالزنجبيل او لا سكينجبير سهله اسهل من هذه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت او لا الخاطر يديروا بزاف ديال المكونات. كيف ما شفتوا وكيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه خاصها تبقى ساعه في الشعر ديالكم وتستعملوها 3 مرات اسبوعيا باش تقدوا تحصلوا على النتيجه اللي نتوما كتمنوها وباش الشعر ديالكم يطوال. بالنسبه للشعر قد ما اعطيتوه الوصفات والماسكات قد ما كيبدا يتجاوب معكم وكيبدا حتى هو اقوى ويكثر وينمو مع المده. دونك الشعر ماشي بحال البشره خاصو ماسك واحد يعني المده طويله باش يعطيكم نتيجه. لا الشعر يمكن لكم ديروا ليه بزاف ديال الماسكات في الاسبوع يعني غير تنظموهم اسبوعيا باش يقدر يعطيكم نتيجه اللي نتوما كتمنوها. دابا غادي نشارك معكم ثاني وصفه بالنسبه للوصفه ديال اليوم اللي هي تبييض الجسم وتوحيد لون الجسم والتخلص من شعر إوزة والتخلص من حبوب الدهر ولا اي حبوب عندكم في الجسم او وتبييض المناطق الغامقه اللي عندكم في الجسم سواء المناطق الحساسه ليزيسال في الركب هنايا يعني اي منطقه عندكم كتحسوا على ان اللون فيها غير موحد. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديروها في الحمام او لا حتى في لادوش تخليوها 20 دقيقه ومن بعد تستعملوا الكيس المغربي. بالنسبه لهذه الوصفه هذه ضروري خاصكم تستعملوها كيف ما هي باش تعطيكم نتيجه مرضيه. نخليكم تشوفوا الوصفه ونتلاقاو. اول عنصر اساسي في هذه الوصفه هذه واللي هو الصابون المغربي. غادي تاخذوا يعني الكميه الكافيه اللي غادي تكفى الجسم ديالكم وغادي نضيفوا عليها معلقه كبيره ديال نواه التمر مطحون او معلقه كبيره ديال الورد مطحون ومعلقه كبيره ديال الريحان مطحون ومعلقه كبيره ديال قشور البيض يكونوا حتى هما مكرمين في الشمس ومطحونين. تاخذوا جوج معالق وغادي تاخذوا معلقه كبيره ديال الخزامه وغادي نضيفوا اخر مكون واللي هو الكركم ديال الجسم تاخذوا معلقه كبيره. بالنسبه لقشور البيض يمكن لكم تاخذوا قشور البيض البلدي اولا قشور البيض الرومي بحال تاخذوا يعني تبقاو تجمعوا القشور بكميه تكون يعني متوفره وتكرموهم في الشمس لمده يوم اولا يومين ومن بعد طحنوهم في مولينيكس وتستعملوهم. الصراحه عندهم بزاف ديال الاستعمالات ان شاء الله غادي نشارككم معكم في الوصفات المقبلين. غادي تخلطوا جميع المكونات ومن بعد غادي تطبقوهم على الجسم ديالكم غير مبلل وتخليوهم 20 دقيقه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه يمكن لكم تستعملوها 3 مرات اسبوعيا للحصول على نتيجه رائعه ومبهره ومضمونه ان شاء الله. كيف ما شفتوا في الوصفه ديال اليوم كنشارك معكم هذه الوصفه هذه بالاعشاب الطبيعيين وبمكونات جد بسيطين. بالنسبه للتمر غادي تاخذوا نواه التمر وتحطوها في الشمس لمده لا تقل على شهرين باش يقدر يكرم مزيان اولا الا كنتوا مزروبات من الاحسن انكم تحمصوها سواء في الفرن اولا فوق البوطه باش نواه التمر تكون كرمات مزيان وتقد تطحن لكم مزيان. صراحه ماشي انا اللي كنطحنها واحد صاحبه ماما هي اللي كتطحن هاد الاعشاب وهذا الشيء. انا كنكرمو في الشمس ومن بعد عطيتو ليها هي اللي طحنتو ليا ما عرفتش الطريقه اللي طحنات به واش استعملت الطريقه يعني القديمه اللي كتدورو هكا ما عرفتش ولا استعملت مولينيكس فريمون جو سافي با زعما اكزاكتومون شنو استعملت ولكن طحنتو ليا. يمكن لكم تستعملوا المهراز باش تهرسوا ومن بعد ديروه في مولينيكس. المهم نتوما غادي تلقاو الطريقه كيفاش طحنوا التمر لان يقدر يخسر لكم مولينيكس الا طحنتوه ديريكتومون.
كما قلت لكم هو التمر ضروري خاصكم تحمصوا ولا تحطوه في الشمس لمده ديال شهر ولا شهرين باش يقدر يكرم مزيان ويجيكم سهل في الطحين. هذه الوصفه هذه كتستعملوها لمده 20 دقيقه على الجسم غير مبلل، مباشره على الجسم غير مبلل، ومن بعد كتغسلوا الجسم ديالكم بما يكون دافي مائل شويه السخونيه باش تحلوا المسام، ومن بعد كتستعملوا الكيس المغربي. ومن بعد ما تستعملوا الكيس المغربي يمكن لكم ديروا التقشير للجسم. نخلي لكم هنايا فيديو اللي فيه المقشر اللي تقدروا تستعملوا الجسم ديالكم. بالنسبه للتقشير حتى هو كينفع الجسم ديالكم وكيخلصكم من السيلوليت وليفيرجيتور، كيخلصكم من اي مشكل عندكم في الجسم. الوصفه ديال اليوم الا داومتوا عليها لمده شهر غتلاحظوا على ان الجسم ديالكم توحد اللون ديالو ولا فيه واحد اللمعان، وغتخلصوا نهائيا من المناطق الداكنه ولا من البقع الداكنه في الجسم ديالكم. بالنسبه للترطيب بغيتكم تعرفوا على ان احسن ترطيب اي كنصحكم به وفي متناول الجميع اللي هو فازلين. القرعه البيضاء اللي عندها قفاله غوز كتباع في مرجان ب 31 درهم، هذه احسن مرطب اللي يمكن لكم ترطبوا به الجسم ديالكم واليدين ديالكم، وفيه واحد النسبه من الاس بي اف دونك يمكن لكم تخرجوا به. كيف ما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم تكونوا استفدتوا منه. الى عندكم اي افكار ولا اي حاجه تبغوني نصورها لكم ولا نعملها لكم في الفيديو الماجي خليوها ليا في لي كومونتير. ودابا غادي نقول لكم بسلامة عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومعلومه جديده باذن الله. بسلامة عليكم.